وقعت الجمارك السعودية وهيئة المنافذ الحدودي العراقية اتفاقا لإنشاء وتحسين منفذ جديد عرعر السعودي العراقي، وتهدف الاتفاقية إلى تذليل أي معوقات قد تواجه عمليات تنفيذ مشروع إنشاء وتحسين منفذ جديد عرعر السعودي العراقي، ورغبة من الجانبين في تحديد الالتزامات الضرورية التي من شأنها أن تساهم في تنفيذ المشروع في الوقت المحدد له. كما حددت الاتفاقية بداية تنفيذ أعمال المشروع الأول من شهر يونيو القادم.